كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على عافية الأبدان وأمن البلدان، والحمد لله على بعثة خير الأنام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الفضل والمن والإحسان، خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم فصل عليه وأكرم به من نبي أمين هو صفوة الباري وخاتم رسله. يا أيها المستمسكون بهديه صلوا على الهادي البشير محمد، اللهم فصل عليه وارض اللهم عن آله الطيبين وصحابته الطاهرين وعن الصحابيات وأمهات المؤمنين، واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. عباد الله، اتقوا الله فإنكم عليه تعرضون، أخلصوا له الأعمال فإنكم عليها محاسبون، واعلموا أن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قد كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. فحاسبوا أنفسكم إخوتان قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر بين يدي الله سبحانه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. واعلموا أنه من اتقى الله وقام، ومن توكل عليه كفام، ومن سأله أعطام. فاتقوا الله الذي إليه تحشرون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم أما بعد، فقد قال العلماء: أفرس النساء من قالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفهم الوالد الذكي إشارتها فقال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. لقد كانت عظيمة تلك الفتاة التي وضعت يدها على كليم الله موسى عليه وعلى نبينا صلاة الله وسلامه، كانت عظيمة في حيائها، وعظيمة في دقة ملاحظتها، وعظيمة في أدبها. فالفتاة الحية لا تملك إلا أن تثني على دين الشاب وأمانته وقوته. لكنهم قالوا: أفرس منها خديجة حين خطبت رسول الله لنفسها، حين خطبت خير من بعث رحمة وهدى للعالمين عليه صلاة الله وسلامه، خطبته لنفسها رضي الله عنها وأرضاها. ولا عجب، فخديجة هي الطاهرة في قومها، هي المرأة التي وضعها الله في طريق نبيه عليه الصلاة والسلام، فكانت أما له في الحنان، تلميذة له في الدعوة، نصيرة له في الرسالة، آمنت به حين كذبه الناس، واسته بمالها حين حرمه الناس، رزقه الله منها الولد، وكانت نموذجا عظيما للمرأة الصالحة. كافأها العظيم تبارك وتعالى يوم أكرمت رسوله عليه صلاة الله وسلامه، فأرسل جبريل يقرئها من ربها السلام، فردد على جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، جزاء إكرامها لرسول الله، وهو الجزاء الذي أعده الله لكل امرأة تكرم زوجها. خديجة رضي الله عنها وأرضاها
هي أول قلب نبض بالتوحيد، واقتضت حكمة الحكيم أن تكون خديجة هي أول زوجات النبي عليه الصلاة الله وسلامه، فأكرمها الله وأكرم بها المرأة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ورسول الله بشر. اقتضت حكمة الله أن يكون للأنبياء وهم سادة البشر أزواجاً وذرية من أجل أن نتأسى بهم، واقتضت حكمة الحكيم أن يكون للنبي عدد من الزوجات فيهن الكبيرات ومنهن الصغيرات، فيهن البدويات ومنهن الحضريات، فيهن القرشيات ومنهن سواهن من العربيات، بل في زوجات النبي من جاءت من خلفية نصرانية أو يهودية. تزوج النبي من بنات الأصدقاء كحفصة وعائشة، وتزوج من بنات الأعداء كميمونة رضي الله، وتزوج من بنات الأعداء كصفية وجويرية وأم حبيبة رضي الله عن الجميع وأرضاهن. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من الثيبات من الأبكار، تزوج من التي عندها أولاد والتي ليس عندها أولاد، وكأن العظيم الحكيم أراد أن يضرب لنا معشر الرجال نموذجاً لكل صنوف النساء، من أجل أن يتأسى الرجل إن تزوج بصغيرة أو كبيرة أو عربية أو بدوية أن يتأسى برسولنا عليه صلاة الله وسلامه. فإن حياة النبي مع الزوجات وحياة النبي من ألفها إلى يائها شريعة ينبغي أن تتبع. لا يملك المؤمن إلا أن يسير بهدى النبي، والله سد الطرق إلى جنته وإلى رضوانه إلا هذا الطريق الذي جاء به النبي والذي مشى فيه رسولنا عليه صلاة الله وسلامه. ورسولنا كان نعم الزوج، كان في بيوته وفي بيته ضحاكاً بساماً يدخل السرور على أهله. كان رسولنا عليه صلاة الله وسلامه يمر على بيوتات أزواجه بعد الفجر، يبدأ بالسواك، يقترب ويلاطف ويقبل ويتفقد، يمر على الزوجات. فإذا صلى العصر مر على زوجاته عليه صلاة الله وسلامه يدخل السرور ويتفقد ويقترب منهن. فإذا جاء الليل جمع الزوجات في بيت صاحبة النوبة يؤانس ويضاحك، حتى بوب علماء السنن باب السمر مع الأهل. ما أحوجنا معشر الرجال إلى أن نقف مع رسولنا في بيوتاته، لنقف على هديه في تعامله مع الزوجات الكريمات، ألا يحملن هذه الشريعة إلى أمة النبي عليه صلاة الله وسلامه. إن رسولنا تزوج من بعد خديجة، تزوج من سودة رضي الله عنها وأرضاها، وكان لزواجه من سودة قصة، فكأني بخولة بنت حكيم التي تبين لنا نموذج مجتمع مسلم حي يتفقد الأيتام. لاحظت حاجة النبي إلى الزوجة، لاحظت الحزن الذي سيطر على رسولنا بعد أن فقد حبيبته وزوجته خديجة عليه صلاة الله وسلامه. كانت تدخل فتخدم النبي والبنيات، ثم قالت للنبي: ألا تتزوج؟ فقال النبي: من بعد خديجة؟ وهذه العبارة دليل على عمق حزن النبي لوفاة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً. قال: فمن البكر ومن الثيب؟ قالت: البكر بنت أحب الناس إليك عائشة، والثيب سودة رضي الله عنها وأرضاها. آمنت بك يا رسول الله وهاجرت في نصرة الدين، ومات عنها ابن عمها رضي الله عنه السكران ابن عمرو، ثم رجعت بعد ذلك إلى بيت والدها الكافر. ورسولنا في زواجه كان يمسح الدمعة ويطيب الخواطر ويرعى الصغار، ومن أجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فما من زوجة تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام إلا وكانت خدمة الدعوة حاضرة، إلا وكانت الملاطفة والمؤاساة والتعويض، هذه المعاني الجميلة كانت حاضرة في كل زواج للنبي عليه الصلاة الله وسلامه. فكان أن تزوج النبي سودة، وسودة جاءت إلى بيت النبي فأدخلت فيه الفرح، أدخلت السرور، لاطفت البنيات، تشرفت بخدمة رسولنا عليه صلاة الله وسلامه،
وكانت امرأة خفيفة الدم تدخل السرور على نبينا عليه صلاة الله وسلامه. وبزواج النبي من سودة كسر النبي حدة كفار قريش، فهي على قرب من أبي سفيان وهي خالة عمرو بن العاص. ثم تزوج النبي عليه صلاة الله وسلامه بعد هجرته بعائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة هي عائشة هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وهي الجارية الوحيدة البكر الوحيد في زوجات النبي عليه الصلاة الله وسلامه. والنبي عليه الصلاة والسلام في كل زيجة من زيجاته يعطي دروسا عظيمة. فيا أيها الكبير في السن، إذا تزوجت جارية صغيرة فاسمع إلى أمنا عائشة واستمع إليها وهي تقول: فاقدروا قدر الجاري حديثة السن، إن رسولنا عليه صلاة الله وسلامه تزوج الكبيرة فأكرمها، وتزوج الكثيرة فمسح دمعتها، وتزوج صاحبة العيال فلطف بعيالها وأشفق عليهم، وتزوج البكر عائشة فداعبها ولاطفها وضاحكها وسابقها فسبقته، ثم حملت اللحم فسابقها فسبقها عليه صلاة الله وسلامه. الإنسان يا عباد الله وهو يعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيوت أزواجه ينبغي أن يتذكر أن هذه شريعة، وأننا معشر الرجال نطالب بأن نسير في بيوتنا على هدى وخطى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أحسن الرجل إلى الزوجات فكان ضحاكاً بساماً، قام بواجباته وأدخل السرور كما فعل النبي، فإن الزوجة ستكون لك أيها الرجل أطوع لك من بنانه، أطوع لك من بنانك، لأنك تسير على هدى وخطى النبي عليه صلاة الله وسلامه. عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي راوية الإسلام الأولى، ومن هنا كان الأشقياء لهم عدوان على عائشة، قطع الله ألسناً تسيء إلى عائشة، وهي ألسن تعرض نفسها للخطر لأنها مكذبة لله ولكتابه ولرسوله. فبراءة عائشة في كتاب الله قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكنهم ما أرادوا عائشة وإنما أرادوا حملة الشريعة، أرادوا شهودنا فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. رضي الله عنها وأرضاها فقيهة المحدثين ومحدثة الفقهاء، وهذا جانب عظيم ودور عظيم لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أراد للبيوت المؤمنة أن تكون عامرة بكتاب الله، وأراد للمؤمنات أن يسرن على خطى الزوجات الكريمات. قال تعالى: وقرن في بيوتكن، ثم قال بعدها: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إن الآيات ينبغي أن تقرأ مع بعضها، وينبغي أن نتدبرها مجموعة مع بعضها، لأن الشريعة التي تريد للمرأة أن تقر في بيتها هي الشريعة التي تريدها في بيتها، ألا تشتغل بالغيبة ولا بالنميمة ولا بالجوال ولا بوسائل الاتصال، ولكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثم تزوج النبي من حفصة رضي الله عنها وأرضاها التي عرضها فاروق الأمة عليه من الله الرضوان، ليعلم الرجال أن الرجل يخطب لبناته كما يخطب لأولاده، وفازت خديجة وفازت حفصة، فكانت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تشبه أبيها في جرأته، وحصلت لها المواقف وهي حاضنة المصحف، هذا الكتاب الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به، كان عند حفصة وكان في بيت حفصة، وطلق النبي حفصة ليبين أن الجراح لا بد أن تكون موجودة إلى جوار الأفراح، وأن في الحياة الزوجية أزمات. لكن النبي الذي طلق حفصة جاء الملك ليقول للنبي عليه صلاة الله وسلامه: راجح حفصة فإنها صوامة قوامة، لم يقل لأنها بنت فلان، ولكن المؤمنة ترتفع بطاعتها لله، المؤمن يرتفع بصيامه وقيامه، راجح حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. ثم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب بنت خزيمة، وهي رمز الخير
رمز الشفقة على المساكين، وهذا باب من أبواب الخيرات والطاعات ينبغي أن ينتبه له النساء وينتبه له الرجال، ينتبه له الجميع. فأم المؤمنين زينب بنت خزيمة دخلت بيت النبي وهي أم للمساكين، وخرجت من الدنيا وقد شرفها الله، فكانت أما للمؤمنين، شغلها عمل الخير والطاعات حتى عن الغيرة مع الزوجات رضي الله عنها وأرضاها. وهنيئا لمن شغل نفسه أو شغلته النفس بما يرضي الله تبارك وتعالى. ثم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها ليجمع أطفالها، ليجمع صغارها، ليتزوج بنت أخيه من الرضاع، ليكافئها على سبقها وهجرتها رضي الله عنها وأرضاها. وهي التي شعرت بعظم حق الزوج، فأرادت أن تعتذر لرسولنا بأنها مصبية، يعني ذات صبيان أطفال، وبأنها كبيرة في السن، وبأنها شديدة الغيرة، وبأنه ليس لها ولي يزوجها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان عند بابها وقال لها: أما السن فقد بلغت مثل الذي بلغت، وأما الصبية فهم أطفالي، وأسعد بها من تربية نالها الكرام في صحبة رسولنا عليه صلاة الله وسلامه، وأما الغيرة فأسأل الله أن يذهبها. وأما الأولياء فإنه لا يسمع بي من أوليائك مؤمن وكافر إلا رضيني زوجا لك، أو كما قال عليه صلاة الله وسلامه. وأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها تضرب أروع الأمثلة في العناية بالزوج، في الاهتمام بالزوج، في معرفة نفسيات الزوج، وهي رمز للعقل والنضج. وبشوراها خرجت الأمة من ورطة كبيرة يوم الحديبية رضي الله عنها وأرضاها، حين اعتذرت للصحابة في ترددهم لأنهم كانوا يتشوقون إلى حرم الله، واعتذرت لهم. ثم بعد ذلك طلبت من النبي أن يدعو حلاقه ففعل، فحلق الصحابة، حلق بعضهم بعضا حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا حنقا من أنفسهم لتأخرهم في الاستجابة. فرجع النبي ليقول: حبذا أنت يا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وتزوج النبي كذلك من زينب بنت جحش ليبطل عادة كانت عند الجاهلين، وما أكثر العادات التي بقيت معنا من جاهليتنا، رغم أن الله أكرمنا بهذا الدين أبطل الله عادة التبني. فتزوج زينب بنت جحش بعد مولاه، بعد طلاق مولاه زيد بن حارثة منها رضي الله عنها وأرضاها، وكانت أيضا نموذجا للورع رضي الله عنها وأرضاها، ونموذجا لعمل الخير والتطوع بالخيرات ومساعدة المحتاجين رضي الله عنها وأرضاها. أما ورع زينب فقد ضربت فيه أروع الأمثلة حين سألها النبي إبان محنة أمنا عائشة، فقالت: أحمي سمعي، رغم أنها من ضرائرها، إلا أن المؤمن له رجام من التقوى، إلا أن المؤمنة لها رجام من التقوى يمنعها من العدوان. قالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت في عائشة إلا خيرا رضي الله عنها وأرضاها. وعرفت لها عائشة ذلك الفضل، فكانت تقول: هلك من هلك في شاني إلا ما كان من زينب بنت جحش، فإنه كان لها ورع يحميها، والورع يحمي أصحابه. فنسأل الله أن يرزقنا ورعا يردع عن الوقوع فيما يغضب الله تبارك وتعالى. ثم تزوج النبي عليه صلاة الله وسلامه من صفية رضي الله عنها وأرضاها، واجتهد النبي في إرضائها، واعتذر عن إجرام أهلها حتى طابت منها النفس. وهذا مما ينبغي أن يراعيه الإنسان قبل بنائه بأهله، هذا ما فعله رسولنا عليه صلاة الله وسلامه. وكان الصفية من أروع النساء وفاء للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه صلاة الله وسلامه شفق عليها، أدخل السرور عليها، مسح دمعتها بيده أكثر من مرة عليه صلاة الله وسلامه، لتضرب أروع الأمثلة في حب الزوج، حتى قالت في مرض النبي عليه الصلاة والسلام وتمنت: لو أن الألم الذي كان في جسد النبي ينتقل إلى جسدها ليسلم النبي الحبيب. فنظرت إليها الزوجات
فقال النبي: والله إنها لصادقة. يا لها من مشاعر يصدقها وحي الله. إن الكثير منا والكثيرات يجدن التمثيل، لكن مشاعر صفية مشاعر صدقها الوحي، مع أن الإنسان ينبغي أن يكون صادقاً في مشاعره، وصادقاً في كلماته، صادقاً في كلامه مع أهله. وهذا هو هدي النبي والزوجات عليهن من الله الرحمة والرضوان. تزوج النبي من أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا نموذج من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ممن صبرنا رغم ارتداد الزوج، صبرنا على جفاء الغربة وعلى بعد الأهل وعلى كفر الأب والأخ وعلى كفر بعد ذلك الزوج وارتداده. فكانت المكافأة أن يتزوجها النبي عليه صلاة الله وسلامه. وكانت أم حبيبة أيضا نموذج رائع للمسلمين والمسلمات في سلامة صدرها. والله ما خرجت من الدنيا إلا بعد أن جمعت أمهات المؤمنات، إلا بعد أن دخلنا عليها الواحدة بعد الثانية، كانت تقول للواحدة: قد يكون حدث بيننا ما يحدث بين الضرائر، فحلليني يرحمك الله، حلليني يرحمك الله. ما خرجت من الدنيا إلا بعد أن تحللت، إلا بعد أن نالت الدعاء. وهكذا ينبغي أن يفعل المؤمن، فإنه في الآخرة ليس هناك دراهم نستضي بها من ظلمناهم، ولكنها الحسنات والسيئات. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله الآن، يعني في هذه الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات. وهكذا فعلت العاقلات، وهكذا كان الصفاء بين أمهات المؤمنين. فإننا كثيرا ما نقف على مواقف الغير بينهن، وتلك منقبة لهن. وعلى مثل النبي فلتغار النساء، والغيرة مطلوبة، لكنها إن زادت عن حدها وانقلبت إلى ضدها كانت وبالا وكانت خسرانا، وكان للزوج لا بد أن يراجع. ورسولنا عليه صلاة الله وسلامه يضرب لنا أروع الأمثلة في تحمله لغيرة الزوجات. لا والله ما غضب رسول الله لنفسه، لا والله ما غضب من غيرة النساء، إذ كان الأذى ينصب على نفسه عليه صلاة الله وسلامه، لكنه كان يتدخل، كان يتدخل إذا تحولت الغيرة إلى عدوان على الأخرى، إلى غيبة، إلى نميمة، عند ذلك يتدخل ليرد الحق إلى أهله، عند ذلك يتدخل ليدافع عن خديجة، ليقول: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ليضرب نموذجا جديدا في الوفاء للزوجة في حياتها وبعد مماتها. ما أحوجنا إلى أن نقف مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسلامه. إن سيرة النبي مع الزوجات ليست قصصا تذكر، لكنها شريعة تتبع، لكنه منهاج ينبغي أن يمشي عليه الزوج. وكثير من الأزواج سيدخل جنة الله باتباعهم للرسول وبإحسانهم للزوجات، وكثير من الزوجات سيفزن بجنة الله ورضوانه، لأنهن اتبعن شريعة النبي وسرنا على خطوات وهدي أمهات المؤمنين. وأيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأدت زكاة مالها دخلت جنة ربها. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعيننا على تطبيق هذا الهدي، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه يغفر لكم. في كل فن قد ضرب الله لنا قلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن، في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى، ورضي الله عن أصحابه الذين ارتضى. إننا حين نطالب الرجل أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يراعي وصية النبي في النساء: استوصوا في النساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، وأن يخاف من تحذير النبي: أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. إذ نطالب الرجل بهذا، نطالب الزوجات
ونطالب البنات بأن يتأسين بالزهراء وبخديجة وبعائشة، ولن تستوي من كانت الزهراء قدوتها بمن تقفت خطى حمالة الحطب. إننا بحاجة إلى أن نقف مع هذه النماذج الكبيرة. نريد للمرأة أن تتذكر هدي خديجة الذي صبرت على غياب الزوج، التي أملت الزوج، التي أثنت على الزوج فقالت: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الدهر. كلمات جعلت أحد المستشرقين يدخل في هذا الدين لأنها شهادة من صادقة لنبي عظيم. قال: هذا رجل ظاهره كباطنه، ليس عنده تمثيل، حاله في الخارج كحاله في الداخل، لأن الإنسان ينكشف خبره وتنكشف حقيقة الإنسان مع الشريك المخالف. يستطيع أن يضحك على الناس وينكت ويصبح ضريب بينهم، لكن الأخلاق تنكشف في البيت مع الشريك المخالط. خديجة أثنت على النبي عليه الصلاة والسلام، بل أمنته، بل في مجيء النبي لخديجة وهو يرتجف دلالة على عظمة الزوجة. فالزوجة والبيت هو السكن، والزوجة هي مكان السكن، البيت مسكن والزوجة سكن، وجعل بينكم مودة ورحمة لتسكنوا إليها. الرجل لن يجد السكن إلا في البيت، إلا مع امرأة تكرمه، والمرأة لا يمكن أن تجد السكن والراحة والأمومة والسعادة إلا مع زوج يكرمها. لتسكنوا إليها كلمة قرآنية نحتاج إلى أن نرددها ونتدبرها ونتأمل هذه الكلمة. النبي جاء لخديجة فوجد عندها المؤازرة والمناصرة والتشجيع والتثبيت. لا بد للمرأة أن تتأسى بأمنا عائشة التي نالت الحظوة عند رسولنا عليه الصلاة الله وسلامه، وما نالتها إلا لأنها كانت جميلة وكانت رشيقة وكانت أديبة وكان لها ذوق رائع، رضي الله عنها وأرضاها في اختيار ملابسها وفي ستائر بيتها وفي خفة عقلها ودمها، رضي الله عنها وأرضاها. فعلى الزوجة أن تسير بسيرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إن زينب ما نالت الحظوة عند رسولنا إلا يوم آثرت الله ورسوله، إلا يوم كانت أمًا للمساكين رضي الله عنها وأرضاها. وهل يوجد ما يصلح البيوت مثل قول ربنا صاحب العظمة والجبروت: وأصلحنا له زوجه؟ ماذا كانوا يفعلون؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا، وكانوا لنا خاشعين. فعلينا أن نصلح بيوتنا بمساعدة إخواننا الذين أصيبوا بالسيول، نساعد نصلح بيوتنا بأن نكفل الأيتام يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا وكانوا لنا خاشعين. آن للمرأة أن تتأسى بأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في حرصها على النبي، في حبها للنبي، في معرفتها لنفسيات النبي، نفسية النبي عليه الصلاة والسلام. يدخل عليها متغير فتسأل، يدخل عليها منزعج فتسأل، فيقول: هو تبر حبسني فساعدته في توزيعه على الفقراء والمساكين حتى خرج النبي متهلل الوجه. نريد لبناتنا وللزوجات أن يتأسين بحفصة رضي الله عنها وأرضاها، أن يتأسين بزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، أن يتشبهن بأم حبيبة في سلامة الصدر، وبصفية في العناية في الزوج، وبميمونة رضي الله عنها وأرضاها في جمع الأقارب والحرص على الدين والتقوى لله والصيام والطاعة. إن مناقب أمهات المؤمنين تبدأ لكنها لا تنتهي، لأنها تربية النبي عليه صلاة الله وسلامه. فما أحوجنا رجالاً ونساءً إلى التأسي بذلك الجيل المبارك، لأننا إذا نجحنا في أن نقيم بيوتنا على هدي النبي وعلى صورة بيوتات النبي، فإننا نضمن بعد ذلك استقراراً، نضمن بعد ذلك سعادةً، نضمن بعد ذلك صحةً وعافية. إن الأمراض المستعصية أمراض العصر معظمها على صلة بالتوتر والنكد في داخل الحياة الزوجية، فالمشاكل الزوجية تقصر الأعمار وتسرع بالأمراض الفاتكة. والإنسان يمكن أن يخاصم الدنيا ويجد ملاذاً، لكنه إن خاصم الزوجة فأين الملاذ؟ وأين سيكون السكن؟
الرجل قد يجد الطعام في بيته، قد يجد الطعام في المطاعم، قد يجد الفراش في الفنادق، لكنه لا يجد السكن إلا عند زوجة تكرمه، لكنها لن تجد السكن لا في بيت أبيها بالعمارات ولا بالعطايا والذهب، لكنها لن تجد السكن ولن تشم رائحة الأمومة ومعانيها الجميلة إلا مع زوج يكرمها. إن الحياة الزوجية نعمة من الله، بل هي آية من الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن الدنيا بأموالها وذهبها لا تستطيع أن تنشئ حباً في القلوب، لأن الحب من الله، لأن الحب من الرحمن، وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما أحوجنا بعد سماعنا لهذا الكلام أن نقف لنراجع أنفسنا، لنراجع هدينا مع أهلنا في البيوت، فإنه يؤسفنا أن نقول كثير من الناس في المسجد قديس وفي البيت إبليس، هو ظريف مع الناس يضحك، لكن الضحكات تنتهي عند باب منزله ليشتم بعد ذلك، ليقابل أهله بوجه مكفهر، وكأننا والعياذ بالله نصادم هدي النبي الذي كان في بيته ضحاكاً بساماً يدخل السرور على أهله. أما أنت أمة الله عليك أن تدركي أيضاً أن الزوج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن مدت يدها عمة عمران بن الحصين، قال لها النبي: أذات بعل أنت؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت له؟ كيف علاقتك معه؟ كيف أنت له؟ قالت: يا رسول الله، لا آلوه إلا ما عجزت عنه، لا أؤخر في خدمته، لا أقصر في خدمتي ولا في إكرامه ولا في الاحتفاء به، إلا ما عجزت عنه، إلا حاجة فوق طاقتها. فماذا قال النبي؟ قال لها عليه الصلاة الله وسلامه: فإنما هو جنتك ونارك، فإنما هو جنتك ونارك. خير الأزواج عباد الله عند الله خيرهم لصاحبته، وخير الزوجات عند الله خيرهن لزوجها. نسأل الله العظيم أن يعمر بيوتنا بالخير وأن يعيننا على طاعته. أيها الأحباب الكرام، أنتم مدعوون اليوم وعن طريق مؤسسة المشكات الخيرية للتبرع لإخواننا الذين أصابتهم السيول، ابتلاهم الله تبارك وتعالى ليختبرهم ويختبرنا، فعلينا أن نتسابق وأن نسارع في البذل من أجل إخواننا، وهذا مما نصلح به بيوتنا ومما نصلح به حياتنا، أن نتذكر المحتاجين من إخواننا كما مضى معنا وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً، وكانوا لنا خاشعين. فتصدق لشفاء مريضك، وتصدق لإصلاح بيتك، وتصدق قبل ذلك لإرضاء ربك، تصدق وأبشر بقول الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نسأل الله العظيم أن يرفع البأس والفقر والحاجة عن إخواننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل علينا غيثه وأن يجعله على الضراب والآكام وبطون الأودية، اللهم اجعله غيثاً نافعاً يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرنا فيهم يوماً أسوداً كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم اصلح لنا النيات والذريات، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واصلح اللهم رعاتنا والرعية، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن آله وصحابته أجمعين، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على جزيل نعمائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بال